اهلا بيكم مع الاودي A6 2020. العربية دي 2000 سي سي، 245 حصان و350 نيوتن متر تورك. العربية دي مقدمينها لنا معرض اودي في المعادي. لونها ابيض ثلجي اللي بيسموه جليشر وايت. جنطها 18 بوصة ورا قدام وفرامل ديسكس ورا قدام. العربية الاودي فيها حاجة مميزة قوي عن الكل، ان هي عربية بتعمل حاجة صعبة قوي، بتجمع ما بين انها عربية شيك جدا وفخمة قوي وليها حضور في الشارع واضح، زائد ان خطوطها رياضية. يعني لو بصيت طول العمر الناس بتقولك مرسيدس عربية فخمة، بي ام دبليو رياضية. الاودي انا في رأيي انها بتجمع ما بين الاتنين بطريقة سلسة جدا وبتدي لك احسن العالمين. تعالوا نتفرج عليها ونشوف ايه حكايتها معانا. من قدام زي ما انتم شايفين العربية جذابة جدا، الفانوس بتاعها قوي جدا، طبعا LEDs هتشوفوها، زائد ان الشبكة الامامية عريضة جدا ومكملة بطريقة مدمجة مع الفانوس بطريقة حلوة قوي. العربية كلها كبيرة جدا، تقريبا 5 متر وعرضها تقريبا 2 متر ووزنها حوالي 2 طن، ولكن ارقام التسارع بتاعتها الرسمية من 0 ل 100 في حوالي 7 ثواني، زائد السرعة القصوى محدودة ل 255 كيلو في الساعة زي ما كل العربيات الألماني تقريبا محدودة بيه، وعلى فكرة دي سرعة الأوتوبان في ألمانيا. العربية زي ما انتم شايفين برضو من الجزء الخلفي بتاعها ليها حضور واضح وفوانيس مهولة بأحدث يعني تقنية للأنوار الـ LEDs اللي هي اللي بيسموها الماتريكس LEDs حاليا، زائد طبعا السقف المايل، زائد الإزاز اللي مكمل من الشبابيك الخلفية لغاية الخلف، بيخلي البيلر دي أو المنطقة دي كنزة جدا والعربية تبان وهي بتبعد عنك على إنها عربية مسحوبة جدا. بالإضافة برضو إن فيها خط الكتف الواضح اللي مكمل من أول هنا ومكمل لغاية نص الباب الخلفي اللي هو برضو ليه بداياته في أول العربية. موتور العربية 2000 سي سي، 245 حصان و350 نيوتن متر تورك، واصل على جير بوكس دي اس جي 7 سرعات، بس جير بوكس ويت. شنطة العربية 510 لتر، ضخمة جدا، وتحت الشنطة هتلاقوا الجنط السبيس سيفر اللي هو 80 كيلو، ولكن طبعا كويس ان هو موجود. كتير من العربيات التانية المنافسة ما بقاش فيها جنط اصلا، فلو حصل لك حاجة في الشارع انت بقيت ايه مع نفسك تقريبا. طبعا الشنطة بتفتح كهرباء وبتقفل كهرباء، خلينا نتفرج عليها عشان دايما منظرها حلو قوي. بتنزل زي للاخر خالص، وطبعا فيها الحتة اللي بيسموها السوفت كلوز للقفلة الناعمة. تعالوا نتكلم على حاجة يعني ما فيش غنى عن التعريف عنها، الانتيرير بتاع الاودي. العالم كله يعمل حاجة واودي بتعمل حاجة تانية خالص. اول لما بتبتدي حاجة ترند العالم كله بيقلدها فيه، والعربية دي بداية لترند جديد لاودي. العربية عبارة عن ثلاث شاشات ضخمة جدا، الشاشة الامامية 12 بوصة، الشاشة بتاعت الانفوتينمنت 10 بوصة، والشاشة تحتها بتاعت التكييف والكلايمت كنترول، زائد مجموعة شورت كاتس ممكن تعملوها هنتفرج عليها عن قرب، دي بتعمل 8 بوصة. العربية عدد الزراير اللي فيها نتيجة الشاشات التاتش اللي فيها حاجة اسمها فيدباك، يعني لما بتدوس على الزرار بتحس ان في فيدباك طالع لك، زائد انه الزراير كلها خلف الازاز، فهي كمان زراير مش هتشوف غير انها ايه متنورة بالصبح او بالليل. زائد ان هم غيروا برضو التصميم بتاع الكابينة كلها من اولها لاخرها، من الداشبورد بالحتة الفوقانية، الدريكسيون بقى رياضي جدا، بقى في السبوك هنا، وزائد برضو الزراير اللي هي مغطاة بالازاز اللي هي فيها الفينش اللي بيسموه الجلوس اللي هو ناعم جدا، زائد طبعا كل حاجة هنا كراسي جلد، والحتة الفوقانية دي بيسموها لافيرات اللي هو جلد مش طبيعي، ولكن معمول زي اودي مش هتعرف تميز ان هو جلد ولا مش جلد طبيعي. ومغيرين الحتة دي، بقى في الحتة الاعرض من فوق، زائد فتحات التكييف في العربية كلها عليت،
بالاضافه الى ان في سقف يعني بانوراما ظريف جدا مكمل لمسافه كبيره تقريبا بعد نص العربيه بشويه. العربيه كمان هتبصوا على المرايه هتلاقوا انها فريمليس ملهاش فريم، وطبعا اوتو ديمينج زائد السنتر هاب اللي فوق هنا فيها كل الكنترولز. اودي انتيرير محدش يقدر يتكلم عنه خالص، دول ناس على حافه التكنولوجيا، يعني العربيه دي هي اخر ما وصلت له تكنولوجيا العربيات. كمان مثلا سنه ولا حاجه هتلاقوا بقيه الناس بتقلد اودي بالظبط. تعالوا نتفرج عليه بقى بدقه كده ونشوف ايه حكايته، لانه الحقيقه مبهر. بدايه من ساعه لما تفتح باب العربيه لغايه ما تركب وكل حاجه اللي بتقابلك فوق الوصف. الكروم اللي في الباب مع الدمج مع الجلد مع الكروم مع المقبض مع السماعات اللي مدمجه اللي مش باينه. طبعا الساوند سيستم في العربيه دي بانج اند اولفسن، ده ساوند سيستم غني عن التعريف، بيدي يعني صوت في العربيه اكنك قاعد في قاعه موسيقى محترفه والالمان ما يتوصوش. طبعا لو بصيتوا على عدد الشاشات، خلينا نبص كده نظره، الشاشه الاولانيه اللي بيسموها الفيرتشوال كوكبيت، حتى اختيار الاسم الاودي انها يعني كوكبيت بتاعه الطيار، القمره القياديه بتاعه الطيار. الزراير كلها موجوده ولكن موجوده خلف الاحساس بتاع الازاز، كل حاجه بالتاتش، مجرد ما تمسك اي حاجه العربيه بتستجيب، غير ان انت لو دوست على اي زرار ففي فيدباك من الزرار نفسه لما بتدوس مع انه تاتش. اودي الحقيقه بتقدم احدث ما وصل له العالم في الانتيريور. اللي قدامكم دي الفيرتشوال كوكبيت والتحكم منها من الستيرنج ويل زي ما انتم شايفين. جايبالي حاليا الخريطه، معلش في حته اللي انتم شايفينها على الجنب دي، دي الشريط بتاع لزق الشاشه لان دي عربيه جديده زيرو، فمش هنقدر نشيل حاجه منها عشان نوريكم الصوره الكامله. طبعا كل التحكمات هنا، ممكن تغير الفيو اللي انت شايفه للعربيه. الفيرتشوال كوكبيت دي العالم كله بيقلدها ومفيش حد بيعملها زي اودي. الاكسبيرينس بتاعت العربيه كلها طبعا يعني اكنك قاعد في طياره فعلا، بالاضافه طبعا الى الشاشه الرئيسيه بتاعت الانفوتينمنت اللي هي العشرة بوصه وشويه، وبرده كل حاجه فيها تاتش وكل حاجه ورا ازاز، ولما بدوس في كليك كده مش عارف هتسمعوه ولا لا، معلش برده في الغطاء بتاع السلوفان بتاع الشاشه لانها جديده. ومن هنا هتلاقي الكلايمت كنترول اللي عندك فيه كل حاجة including heated seats واوتوماتيك سيت اب بتاع التكييف، الهواء عايز تحط التكييف على ماكس، عايز تغير اتجاه الهواء هتغير، العربية بتعمل كل حاجة انت عايزها، توطي درجة الحرارة هو على لو تعلي، وطبعا كل دوسة برضو ايه فيها فيدباك. وزي ما انتم شايفين العربية اكنك قاعد يعني ما فيش وصف يتقال الحقيقة غير انها دي قمة التكنولوجيا. من الآخر الانفوتينمنت سيستم بتاعهم برضو واضح جدا والايكونز بتاعته بارزة جدا. العربية طبعا مش واصلة على تليفون حالي برضو لأنها جديدة، ولكن فيها نافيجيشن سيستم بيلت ان جي بي اس. العربية واخدين بالكم ان الصورة بتاعت الجي بي اس هنا بالظبط نفس المقدار هنا، لو انا عملت زوم اوت من هنا، انا اسف، بتزوم اوت وتوريني مصر تقريبا كلها. مفيش حاجه تتقال على الانفوتينمنت غير ان هو مبهر بدرجه غريبه، من اول الشاشات المهوله، طبعا فيها امبيانت لايت في كل العربيه، الخطوط بتاعته موجوده ممكن تشوفوها، زائد برضو ان هو واصل في البيبان، زائد ان فتحات التكييف اللي فوق بتحسن قوي اداء التكييف، والحته دي ملمسها جميل وكروم معمول بذوق وفيه نقشه كاربون فايبر خفيفه، زائد طبعا ما يسمى بقى الاودي بتعمله احسن حد برضه في العالم اللي هم بيسموه البيانو بلاك اللي هو الاسم، ودي مكمل مع التابلو كله. التابلو الجير بوكس صغرت جدا، وطبعا في ستارت ستوب سيستم، والكاميرا مجهزه ب 360 فيو اللي انت ممكن تجيب 360 درجة قدامك.
نرجع تاني لقدام. رجعنا تاني معلش. الرير فيو بتهيألي فيه الرؤية ال 3D ده ال 360 اللي انتوا شايفينه للعربية. هو طبعا برضو نظام واحدة من أول الشركات اللي عاملاه في العالم هي أودي، ودي حاجة هي هم عباقرة فيه. لو حبيت الفيو يلف معاك، الفيو الخلفي، الفيو الجانبي، وطبعا هم شايفين العربية متلونة تقريبا زي لون العربية العادي. في مجموعة فيوز تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه للرجوع، كل اللي تقدر العربية تعمله لك عشان انت تبقى شايف نفسك احسن حاجة. زائد طبعا الفيرتشوال كوكبيت اللي احنا اتكلمنا عليها، وعلى جنبها في المؤشر البنزين ومؤشر الحرارة، وممكن طبعا برضو تغير فيها الفيوز زي ما انت عايز اللي يناسبك واختيارك. طبعا لو عايز الفول كوكبيت بتاعت العدادات كده، لو عايز تركز اكتر على النافيجيشن فبرضو ايه تعمل الحركة دي. حتى بالنسبة لدول بقى اللي هم زراير الإضاءة، هي تتحط في أوتو وتنساها. طبعا أي حاجة بتعملها بتجيلك على طول كمسج هنا. أنت ممكن تعمل كاستمايزيشن كامل للشاشة دي لو حبيت. يعني تقدر تعمل كمان شورت كاتس إضافية، وتقدر في هنا طبعا كنترول على التليفون المباشر والميديا. وطبعا هو حاليا التليفون مش واصل عليها، ولكن العربية فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي. الكنترول بتاع التكييف، زائد ان انت هنا ممكن تخلق شورت كات للعربيه. يعني كمان تقدر تعمل مجموعه شورت كاتس وتعمل كاستمايزيشن كامل للحته دي. طبعا مساحات التخزين ما اتكلمناش عنها، ولو اتكلمنا عنها هتلاقوا ان المساحه هنا كبيره جدا، وتشيل حاجه يعني كبيره، تشيل ازازه ميه كبيره، وفيها فتحة الشنطة، زائد هنا فتحة الكبوت، وهنا في مساحة إضافية للتخزين كبيرة جدا الحقيقة وواسعة. وبرضو أودي بتقدم اللكشري بأحسن صورة. لو بصيتوا على دي يعني حتة ممكن تحط فيها كوينز أو قلم أو أي حاجة، وممكن تشيلها تبقى عندك اتنين كاب هولدرز كبار، والكاب هولدرز بتوع أودي ما علاش عنهم في العالم الحقيقه، لان هما كمان دايما بيعملوا الحركه دي اللي هي ايه، تقدر تمسك على اي مقاس تحطه لها. المفتاح بقى سليم جدا، ويعني حاجه عظيمه. جلاس هو اخر بنفس الاحساس اللي هو الازاز، الجلاس اللي وراء الزراير، وما تحسش بيها لانه يعني ناعم جدا. مجموعه الزراير زي ما انتم شايفين قليله قوي في العربيه، لأن أودي استغنت عنهم بالتلات شاشات، 12 بوصة و3 من 10، 10 بوصة ونص و8 بوصة للشورت كاتس، وتكتب فيها كمان النافيجيشن. بس هو حاليا مش كونفيجر، يعني أنت ممكن تكتب بصبعك في المنطقة دي لو عايز النافيجيشن وأي حاجة أنت عايز تكتبها، وتكتب كمان انبوتس بإيدك. الستارت ستوب سيستم بتاعها أهو، وده الباركينج أسيست، وخلينا نشوف ده بيعمل إيه. حاليا ممكن مش كونفيجر لأن العربية يعني لسه ما تعملهاش البي دي اي. هنا طبعا في اوتوماتيك بريكس، والجير بوكس بتاعها دي اس جي، والزرار بقى في الجنب. حتى الزرار اللي هنا ده بقى ايه، تاتش. وطبعا فيها اوتوماتيك بريكس واوتوماتيك هيل هولد على الانحدارات. لكن مجملا الانتيريور بتاع الاودي ده الحقيقه بقى في حتة تانية خالص، وبقية العربيات في حتة تانية. لو انتوا شايفين في الامبيانت لايتس يعني باينة شوية، لو بصيتوا تحت ممكن تشوفوا منها اجزاء، ولكن طبعا هي برضو زي كل العربيات النهاردة بقت ايه، كاستمايزبل بالكامل. الكراسي كاستمايزبل، لو عايز تخش على اي حاجة من الاوبشنز من الدرايف سيلكت مود،
العربية فيها أدابتف سسبنشن، ودي حاجة هتفرق جدا اللي هتشوفه في تجربة القيادة، إنها ممكن تبقى تدي لك التجربة الديناميك، التجربة الكمفتبل، وتقدر تعمل برضو كاستمايزيشن ليها بالكامل. لو رجعنا تاني نافيجيشن معروف، تعالوا بقى نبص على السيتنجز بتاعت العربية، ديسبلاي اند برايتنس، تقدر تعمل ما بدالك، و فيرتشوال كوكبيت تعمل لها كاستمايزيشن زي ما انت عايز. العربيه كلها من اولها لاخرها ممكن تبقى كاستمايزد. طبعا فيها برضو مجموعه اوفيس سويتس تقدر تعمل بيها حاجات كتير قوي، وتكستمايز كل يوزر على حده. وده الدرايف سيلكت مود. الكراسي نفسها ممكن فيها اللي بيسموه درايفر سيت انتري اسيستنس، اللي هي اول لما تفتحها تلاقي الكرسي بيرجع ورا عشان يديلك مساحه دخول مريح اكتر للعربيه. لايت انفيزيبيليتي، طبعا في الحته بتاعه الامبيانت لايتس اللي انت ممكن تنقي فيها البرايتنس بتاعك اعلى او اوطى زي ما انت عايز بالظبط، وفي كذا بريسيت انت ممكن تنقي منهم زي ما انت عايز. اودي مديالك ليفل من التفاصيل ما بيحصلش في اي حته، انت ممكن تاخد الحاجات البريسيت او تعمل يور اون انديفيديوال سيتنجز. وبرده زي ما انتم شايفين العربيه فيها مزيج من الجلد والبلاستيكس كلها هنا طبعا احسن الانواع. ولو انتم شايفين الخط مثلا بتاع الامبيانت لايت موجود رايت هنا، مش عارف واضح لكم ولا لا، ولكن بدايته وهتلاقيه مكمل في الحتات دي. زي ما انتم شايفين العربيه ضخمه جدا من ورا، دي ممكن تبقى ليموزين فاخر. فيها كلايمت كنترول زونز، اتنين زونز ورا وكلهم برضو تاتش، فانت ممكن تخلي التكييف ورا لكل راكب على كل ناحيه متفصل على حسب مزاجه. والخامات لسه مكمله زي ما هي بالظبط، مفيش اي فرق. والسماعات انتجريتد وبانج اند اولفسن. في طبعا الكونسول الوسطي. عربية طبعا ما حدش هيتكلم على الراحة ولا المساحة الخلفية بتاعتها. طبعا كمان الإزاز فيومي، الجزء الخلفي كله مع الايه، مع الإزاز الخلفي. يلا بينا نطلع نجربها. اوكي تمام، درايف على طول. واو، فراملها ممتازة. العربية فيها حاجة اسمها بروجريسيف ستيرنج لازم نتكلم عليها. البروجريسيف ستيرنج اللي هو بيديلك الإمكانية إن أنت لو واقف وعايز مثلا تلف الشارع كله لفة واحدة بس هي اللي هتجيب لك الحركة كاملة، لفة واحدة من الدركسيون، فده اللي بيسموه بروجريسيف. طبعا لما بيسرع الدركسيون بيتقل اكتر، ولكن هو في وضع القيادة الهادي اللي زي ده العربية مفيش، يعني اكنك مية في ايدك. ولما بتسرع طبعا مفيش شك ان هو ايه بيتقل، زائد ان هو بيخلي المناورة عالية قوي بالدركسيون والعربية ككل. المطبات اكنك مفيش مطبات الحقيقة، يعني مفيش وصف تاني يتقال اكنك ما عدتش على مطب. مفيش انعم من كده خالص. انت ممكن ترجع تاني على مطب عشان تتأكد ان هو ايه عديت عليه، يعني حاجة كده ملهاش وصف. وطبعا الكاميرا ال 360 في الرجوع، انا برجع من شارع ضيق وبحاول اناور منه، الكاميرا ال 360 بتساعد جدا 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 على الرؤية لو انت بصيت، وتشجعك ان انت تخش في حتة ضيقة زي مصر. وزي ما انتوا شايفين العربية في لفة الدركسيون الواحدة
جابت القطر كله بتاع الدوران. العربية دي زيرو ولسه ما ترخصتش، فمش هعرف اطلع اسوقها. سوقتها الحتة الصغيرة اللي فاتت دي، واقول لكم انطباعاتي عنها. يعني مش عارف ابتدي منين الصراحة. العربية ما فيهاش غلطة، من جوه بتاخد تكنولوجي العالم كله بيجري وراه وبيحاول يقلده، في الداشبورد، في الشاشات الثلاثة اللي بيعملوا كل حاجة للعربية، في عدد الزراير الأقل جدا العربية من جوه. ديزاين سيمبل وبسيط ولكن مليان بالتكنولوجيا، وكأنك قاعد مع كمبيوتر ضخم. وطبعا الانفوتينمنت سيستم والسكرين بتاعت التكييف والفيرتشوال كوكبيت اللي قدامك، دول اكسبيرينس مش هتلاقيه في اي عربيه تانية. العربيه دي تغيير يعني تغيير جديد بالنسبه للانتيريور في اودي، وده بيمثل حاجه يعني حقبه جديده بالنسبه لهم، والباقي كله هيقلدهم انا ما عنديش ادنى شك. طيب بالنسبه للكرسي، الكرسي ووضع القياده اودي، ايه تاني يتقال؟ حاجه بتتعمل بدقه الالمان، ما فيهوش يعني مجال للكلام. القياده ال 2000 سي سي 245 حصان مناسب للعربيه، ما هواش قليل عليها. كنت تحب تشوف موتور اجمد، بس طبعا انتوا عارفين في مصر برضو ما زالت الجمارك غاليه جدا، ولو جابوا العربيات ال 3000 سي سي هتبقى ثمنها هلامي. العربيه دي ثمنها 1,300,000 وعليها ضمان سنتين، او ممكن تمد الضمان 5 سنين بس بتدفع شويه زياده. العفشه بتاعتها الادابتيف سسبنشن، ده ادابتيف يعني المطب الكبير بتعرف تتعامل معاه زي المطب الصغير، زي الشارع اللي مليان مطبات، زي الشارع الناعم. كل مساعد عليه سنسر بالظبط بيعرف يتعامل مع كل مطب ويشوف يظبط السوسه والمساعدين ازاي. فبرضه الادابتيف سسبنشن في بلد زي مصر دي حاجه ما فيش مفر منها. يعني من الاخر هي فعلا بتجمع ما بين الاداء الرياضي والشياكه اللي ملهاش مثيل، والتكنولوجيا اللي جوه العربيه اللي فعلا ملهاش مثيل، بالكاميرا 360 كمان فوق كل يعني فوق البيعه، زائد ان العربيه واسعه جدا من ورا، تنفع تبقى عربيه بسواق لو انت راجل بيزنس مان مقتدر، وعندك 4 زون AC، 2 قدام و2 ورا، زائد التصميم الجديد مع البانجن اولسن سيستم. خلص الكلام، الاودي اي 6 ال 2020 خلص الكلام، مفيش حاجه تتقال. استنونا الفيديو الجاي، ومش عارف ازاي هجيب عربيه بحلاوه دي المره الجايه، بس ربنا يستر. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للقناة. يلا نشوفكم قريب، سلام.